حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في فالخير لهذا الشعار مع بداية الموسم، وزن ما تحركت عصاها أبدا 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 بدون أي منافس على الإطلاق. بن نايفة يختطف وينتزع الشوط الأول الرئيسي، قامت راس وانهت الشوط راس وسلام يا وزن، سلام سلام يا بن نايفة سلام، تهانينا والناموس لحظات الوصول. فيصل بعبد الهادي بن نايفة تستاهل فوز وزن بالشوط الأول الرئيسي المفتوح ولمحة بشوط الإنتاج الكام. تستاهل خير يا أبو بريك، أكيد يوم سعيد في العزبة اليوم ويوم فرحة أشواط رئيسية واستعداد منك استثنائي هذا الموسم. والله إن شاء الله أنها يوم سعيد، والله يجعل أيامنا وإيامكم إن شاء الله كلها سعيدة. أكيد عندك كان عندك تجهيز وعمل خاص لهذا الموسم، برنامج خاص لهذا الموسم. والله إحنا جهزنا الحلال وفي مرحلة التجهيز قدمناه، نبغي منهن تجهيز ولا نبغي نضغطهن، هن الله يبارك فيهن أدن فوق المطلوب اللي طلبناه منهن، أدن فوق اللي إحنا طالبينه منها. وذكرنا بسلالة وزن ولمحة. وزن بنت رعد أمها بنت صوغان الخناجر، كلها ركابنا رعد صوغان الخناجر. وزن إنتاج شخصي، إنتاج أمها إنتاج بها ما شاء الله تبارك الله. الشوط الأول والعصر صحيح كانك تروح الشوط الإنتاج بيكون أقل مثل ما تقول من المشتريات والأشواط المفتوحة. أختها هناك كافيتها، أختها كافيتها، أختها الثانية اللي خذت شوط الإنتاج بنت شاهين بن عويضان، أمها ناقة من جزاء عندنا ما أخذ سيارتين. كيف شفت المسار الكار في الشوط وإنجازاتها الماضية؟ والله يبارك السبوق بتعطيك على اللي أنت تبغي. وزن عندها إنجازات حقه، عندها سبق لقية ما اشتركت متعطلة، ولمحها ما عندها حقه ما عندها اشتراكات مرصصينها متأخرة، ولا ركضناها إلا لقية وتعرضت لإصابة وركضت عندنا آخر الوقت، سبقت في أحد التمهيديات وجات ثالث أو لا رابع في ركض الختامي وقيضناها. وجعل الناموس دائم والفوز والناموس لمن تهدي؟ أهدي الناموس لصاحب الإنتاج وراعيهن أبوي عبد الهادي بن محمد بن نايفة ولمشجعين الشعار. استوعد جماهيرك؟ والله حنا نوعدهم إن حنا بنجتهد والتوفيق عند الله. وجعل الناموس دائم، الله يوفقك وشكرا جزيلا. الله يجزاك خير يا أبو بريك.